أنا انتخبوني أول رئيسة نقابة لشركات الشحن بلبنان. وصلت تقبل عالم الذكور، لأنه عالم الشحن هو عالم ذكوري، ليقبل مرأة. هذا تحدي من أحد التحديات اللي واجهتهم بحياتي. سو أخذت التحدي وبلشت من أول ستيب، يعني من أول يوم بلشنا أرامكس أنا بلشت مع أقل موظف بالشركة، وضليتني شي سنة لتعلمت كل التفاصيل تبع الشركة وكيف تطورها. وصلت لمرحلة خلاص حسيت أنه أنا بطلت عم بعطي مثل ما أنا بدي، لأنه هاي الشركة كنت أعتبرها مثل أولادي، وصرت لازم بمطرح أفتح مجال للشباب الجداد. سو أخذت التشالنج أنه أخذ الفرانشايز تبع إنفوفورت بلبنان، واللي هي بلشت صغيرة كتير بثلاث أربع موظفين، وانتقلت من مرحلة أرامكس بقناعة. إنفوفورت هي بنت أرامكس، سو أنا نقلت الكالتشر من أرامكس لإنفوفورت. اللي بدي أقوله لكل العالم لأني قاعدين بعالم الكوربوريت ومرتاحين على وضعهم، إنه في نهار بده يجي كل واحد فينا يأخذ هذا القرار الصعب ويقول أنا بدي أخذ تحدي تاني وبلش طريق جديدة لحتى أترك المحل للأصغر مني وللأجيال الجاية. سوء الحظ العمالة النسائية بلبنان هي 23% من سوق العمل. لازم نكون عم نعمل برامج محفزة للمرأة لحتى تشارك بميدان العمل. أو أنا بقول وبرجع بكررها إنه المرأة واليوث بلبنان هن اللي بدهم يغيروا تاريخه ومستقبله.